ومن آفات اللسان السب والشتم واللعن، فإن الذي يسب الناس ويلعن الناس ويشتمهم يرجع وبال كلامه عليه، وإذا قال لأخيه يا كافر يا فاجر، إذا قال لأخيه يا كافر يا خبيث يا فاجر ولم يكن من قيل فيه كذلك، فإن هذه الألفاظ يرجع شرها على قائلها وإثمها على قائلها. فالكلام لا يذهب سدى، بل هو وبال على صاحبه يتكلم به ويظن أنه راح مع الهوى وطار مع الريح، ولكنه مدون في سجل أعماله، يجده يوم القيامة في حين لا يستطيع الخلاص منه. فاتقوا الله عباد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.